أمير قطر تميم بن حمد النهاردة كان له خطاب أمام مجلس الشورى القطري، خطاب هو الأول منذ قرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، مقاطعة قطر في 5 يونيو الماضي، رفضا لممارسات الدوحة والتي كانت سبب في كثير إن لم يكن كل الاضطرابات وأعمال الإرهاب في المنطقة. اتكلم كمان عن إجراءات للانتخابات واللي قال إنها هتبقى جاهزة في 2018، طبعا بالنسبة لمجلس الشورى القطري اللي الحقيقة محدش عارف صلاحياته هي إيه. إذا أمير قطر تميم بن حمد كان ليه خطاب النهاردة بيصر دائما في كل تصريحاته على مواقف قطر اللي هي معلنة في عدم دعم الإرهاب، لكن في الخفاء هي تدعم الإرهاب وتدعم التنظيمات والجماعات المتطرفة. لا يبدو أنه هذه المقاطعة من جانب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بتثني أمير قطر عما يفعله من تمويل لتنظيمات هنا وهناك في سوريا واليمن والعراق وأيضا ليبيا اللي قطر ليها دور كبير جدا في عدم استقرارها حتى الآن. فيعني السياسة القطرية مستمرة في نهجها العدواني ضد الدول العربية ومحاولة دائمة للتخريب وليس الإصلاح. للمزيد من النقاش حول هذه التصريحات معنا من لندن المستشار علي الدهينم المعارض القطري والموظف السابق بالمخابرات القطرية. أهلا بك. أهلا بك أستاذي العزيز، كيف أهلا بك ورحب بك. أهلا بك. يعني أمير قطر كان له خطاب أمام مجلس الشورى القطري، قال أنه حيكون في إجراءات للانتخابات، حتبقى جاهزة هذه الانتخابات في 2018. يعني مجلس الشورى القطري سيد علي، هل له بالفعل أي تأثير على قرار أمير قطر فيما يتعلق بسياسة قطر الخارجية وتمويلها للجماعات والتنظيمات الإرهابية المنتشرة الآن في دولنا العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بالنسبة إلى المجلس التشريعي في دولة قطر، هو أكبر كذبة وأكبر وهم ضاعها الأمير السابق حمد بن خليفة إلى الشعب القطري في أول خطاب له لتسلم الحكم في دولة قطر. بعدين هم استغلوا 3 سنوات لعمل الدستور الجديد، والدستور طلع هزيل وتعطل، و18 سنه بيقولوا للشعب ان هناك في مشاكل دستوريه قانونيه اداريه فنيه تعطل اجراء انتخابات. طبعا هذا تمديد للوهم والكذب سنه قادمه. مجلس الشورى في دوله قطر يعتبر مجلس استشاري فني فقط، لا يملك اي سلطه ولا دور رقابي ولا دور دستوري ولا محاسبة أي وزير أو أي مسؤول في دولة قطر. أيوة. هذا ملخص مجلس الشورى في دولة قطر من أسس من 72 إلى يومنا هذا، يعني شكلي وصوري بس فقط. إذن يعني قطر التي تتحدث كثيرا الآن، أو يعني النظام القطري الذي يتحدث دائما عن الديمقراطية في الدول العربية وأن قطر تريد الديمقراطية في هذه الدول، يعني ما يحدث داخلها لا يوحي بأي ديمقراطية في قطر. قطر لا تتحمل، أنا قلت قبل سابق، أنا انتقدت رئيس المجلس، هم اليوم فعلوا دور مجلس الشورى وعينوا ناس متخصصين وعينوا رئيس للمجلس. الصراحة رئيس المجلس إنسان مؤهل، بس المجلس غير مؤهل، المجلس غير دستوري، مجرد صفة رمزية. دولة قطر لا تتحمل حرية الرأي وحرية الرقابة وحرية التشريع ليوم واحد، وذلك هي تعمل انتخابات. هناك تعطيل للدستور من المادة 76 في الدستور اللي هو الخاص بالسلطة التشريعية. أي. إلى المادة 116، 41 مادة معطلة في الدستور. وبعدين هو الأمير بيتحدث عن سيادة البلد. سيادة البلد أنت جايبها من وين؟ من وين جايبها سيادة البلد إذا عندك الدستور معطل؟
السلطة التشريعية معطلة، حرية الرأي معطلة. زين، هذا كله نباح سياسي في الفاضي. طيب، يعني إذن هو تناقض واضح بين ما تقوله قطر وما تفعله. ليس هناك جديد في السياسة القطرية. أشكرك شكرا جزيلا المستشار علي الدهينم المعارض القطري والموظف في المخابرات القطرية سابقا.